السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جدعان، احنا طبعا متعودين نخش بالمقدمة دي، عايزين نغيرها. اللي عايزنا يا جدعان نغيرها يقول لي غيرها. بصوا يا جدعان، احنا طالعين حاجة بحاجة جميلة هتفيد حمام، اللي هو ايه؟ زي الحمام ده. الحمام ده طبعا اسمه الغزار. الحمام ده اللي يعرف مش عايز يبعد عنه. في اللي يقول لك العنده يا، وفي اللي يقول لك الاسباب. طب انت بتجيب ايه؟ بتجيب حاجة هتروح عند بتاع الحمام، لو ملقتش عند بتاع الحمام هتلاقي عند بتاع الدكتور البيطري. بصوا، حاجة اسمها توب باور، تمام؟ ده بيكون تمليح الحمام، فيها الفوائد بقى اللي هنا ايه؟ اللي ليه خلق يقرا، واللي ملهوش خلق ما يقراش. اهو انا اللي عايزها ياخدها سكرين شوت دلوقتي ويقراها، دي الفوائد بتاعته يحتوي على ايه. وده اللي هو فين؟ بيساعد على رفع الكالسيوم. طيب يعني ده بيرفع الكالسيوم على الطائر. ده صدف، ده اسمه ايه؟ ايوه، صدف طيور الطبيعي. بصوا يا جدعان، لو ما لقيتوش عند بتاع الحمام هتلاقي عند بتاع الدكتور البيطري. بصوا، ده ينفع يعني الناس اللي هي بتربي فراخ، اهو ينفع الفراخ والبط والديك الرومي والحمام والارانب. ده التمليح بتاع الحمام بس تقريبا. يعني التمليح ده بص انا اوريه لكم. بيكون ما اعرفش ايه ده. انا عايز اعرف ايه دي. مين يا جدعان؟ زي لب يا جدعان، والله العظيم هيفيد الحمام بتاعك جامد قوي. يلا بينا نشوف، عشان انا مش مصدق الحوار ده. لا انا مصدق طبعا، الناس اللي مش مصدقه صدقوا، مش هضحك عليكم ولا اعمل حاجه هتموت الحمام. ده التمليح والتحدي، الناس عارفينه وفي ناس مش عارفينه، تمام؟ يا عم اتفضلوا، ده هيفيد حمامك قوي قوي قوي. ده التمليح، تمام؟ وتحط على التمليح تحديد. فاهمني؟ نفتح الكيس ده ونيجي. الحمام اللي فوقيه ده عمال بيتخانق مع بعضه ويرفس في الارضيه. وايه يا جدعان عايزين تاكلوه؟ ما انتوا لسه واكلين، انا هاكلهم تاني، تمام؟ نحط بس الايه؟ تحديد. ايه ده؟ ده بقى ايه؟ تحديد. عرفت ايه التحديد؟ ده بيكون رمل، مش عارف، على بتاع من البحر، حاجات كده من البحر. الاتنين على بعض هيفيدوك جدا، ما تحطش واحد بس، حط الاتنين احسن لك. وفي حاجه لسه واخدها من غاوي اللي هو غاوي محترف، تمام؟ قال لي الزغليل اللي هي بتبقى زي دي، يعني الزغليل انت تجيب لهم فول، تمام؟ وتروح عند بتاع العطار، اي عطار او اي حد يدشه، اسمه فول مدشوش، تمام؟ وتدي لي الزغليل وتفرج بقى، يعني تخلي مثلا الفول زي ايه متدشدش كده، وتدي الزغليل وتفرج. انا النصيحه مني، انا هعمل النصيحه دي، تمام؟ انا طبعا ده عمي اللي انا نشيت عنده حمام امبارح، ده عمي مش صاحبي. انا كنت كاتب بس ايه صاحبي علشان خاطر ايه. تعالى بس كده، تعالى يا عم كده، يلا يا عم خش الطاجن، فرجوا يا ولا. نتادي قبل كده طلعت في فيديو قامت لفة وقامت شخة. نتادينا بعد كده، انا قلت مش هصور عندها تاني. بص اصلا بتعمل حمام، مش عارف نتادي مش عيانة ولا حاجة، بس هي بتعمل حمام كده ليه؟ ايه ماشي، نستحمل برضك عشان ايه؟ ده الحمام بتاعنا، يعني مش هنتكلم. ادي المصطبة اللي احنا هنش منها الحمام. بس الصبر، انا لسه هجيب زغليلها. انا مش عايز انشيلكم فرد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة، انا عايز انش 10، تمام؟ اقل حاجة 10، فاهمين حاجة؟ جوز جوز، يلا ونحط لهم التحديق ونشوفهم ما هياكلوا ولا مش هياكلوا. دول طبعا ما كنتش هحطهم حاجة، ما كانش عندي التحديق ده ولا التمليح ده، تمام؟ اهم حاجة بس بتنضف البياضة، انا انضف البياضة دي وارجع لكم تاني. بصوا، بتيجوا هنا وتجيبوا التمليح، تفرشوه ده ايه التمليح، وده تحديد صدف كده اسمه تحديق كده. يتحدق منه بقى وتلاقي الحمام بينتج. زود بس من ده، التمليح ده بس تحاول تقلل منه، التمليح ده اللي تقلل منه، تمام؟ والتحديق اللي هو الصدى غاز تكتر منه. ايه؟ لان هو اصلا التمليح ده بيبقى قليل، ما تكترش منه، حاول تخلي اللي هو الصدف اعلى منه.
بس ونيجي نحط لهم. المهم بقى يا جدعان نحط لهم التحديق ده. تمام معلش بس على التصوير. خدوا يلا كلوا يلا يا جدعان. فبصوا يا جدعان التحديق ده ينفعكم جدا والله يا جدعان. التحديق ده بينفع جدا للحمام اللي ما منتجش. انا لو فرشت الحمام كله بص اصلا حمام هياكله خلاص، هتلاقيه بعدها بيوم او يومين هتلاقيه باض. واللي معاه زغليل نفس الكلام تحط له. اللي معاه زغليل انا دلوقتي يا جدعان هفرش عند الحمام كله عشان بس ايه انا خلقي ضيق او كده. انا ماليش صبر ان انا افرش قدامكم دي الفراخ الشركازي وكده يعني. ربنا عوضنا بقى ونكون عم نعمل خير كده. نشوف اللي عمال عندي. بصوا هنفرش التعديل ونجي لكم. ايه احنا طبعا بقينا ننزل فيديوهين. احنا الناس كنت بنزل يوم او يوم لا يوم او يوم لا، فكنت بقى في المشاهدات فاهمين. اليوتيوب لما انت يعني ما بتنزلش فيديوهات كتير بتتنسي، فانت لازم انت تستمر في الفيديوهات. تمام ودي حاجه كلنا عارفينها، لازم انت تستمروا في الفيديوهات كل يوم فيديو او فيديوهين على الاقل. تمام فعشان ايه تتعرف بسرعه. والزغلله اللي هتتنشى يا جدعان تمام. وان شاء الله يا جدعان انا هنش بس الصبر. انتم مستعجلين انا مش عارف ليه، من كتر استعجالكم بقيت اعدي كده الحمام بيشخ عليا من فوق. عايزين تاني بص اصلا واقفين على الوقاف. ان شاء الله نجيب زغليل. كان قدام زغليل ان شاء الله اسود بس كان تقليبه وحش ومعفن بامانه الله. الزغليل كان تعبان وبيقول لي كام 50 جنيه 50 جنيه. اقول له ايه اللي 50 جنيه يا عم، انا باخده ب 30 جنيه وب 20 جنيه وب 10 جنيه كمان. قال لي انت عارف الجوز البلدي بكام؟ قلت له ب 130 وبتاع. المهم يا جدعان اي حد لما تيجي تشتري من الحمام لازم أن يغلي، تيجي تبيع يرخص فاهمين. انت بدأ يغلي في حاجتك زي ما هما بيغلي في حاجته. تمام تمليح الحمام انا اهو خدوها سكرين وروح له بتاع الدكتور البيتري او بتاع الحمام قول له توب باور تمليح الحمام، وهتلاقي مرسوم عليه حمامه كده وبتاع هتلاقي جامد الصراحه. وبس الناس بقى الناس اللي هي ايه بتقول لك انت ما بتنزلش فيديو كل يوم. انا والله العظيم كنا عندي امتحانات ما كنتش فاهم، مش بعرف اذاكر كده. ايه رايكم في ايه رايكم كده كده كل العيون دي هتتشال، لان العين رقم واحد العين ضيقه. العين دي عيون نش. انا لما جيت جبتها كنت جايبها العيون نش، فجبتها اي حاجه فاهمني ان انا احط الحمام فيها عشان انجز. احنا كنا بنقله كده. بس انا بقى العيشه اللي هعملها تبقى بنت حرام. احنا هنعمل شايفين الخمس عيون دول هنجيبهم هنا وعليهم دول ودول. العيون دي كده عامه تبقى عيون نش هتتحط هنا تمام، ودي هتبقى مصابه النش. والحمام اللي هنا حمام انتاج وبس. وما تنسوش تحط لنا لايك والاشتراك في القناه وبعون الله رقم واحد في النش. هبقى اللي جاي يعني هبقى اللي جاي. بصوا هنش بتاع 50 حمامه وسلام.